مباريات الهلال المتبقية حيلعب أمام الاتحاد يوم الاثنين القادم، ومن ثم المباراة التي تليها أمام أبها في الرياض، ومن ثم الفتح، ومن ثم الفيصلي. أكون أو لا أكون أمام الاتحاد؟ صحيح. حسب كلام أحمد عطيف، جانج لن يلعب أمام الاتحاد بسبب إصابة في القدم أو إصبع القدم، حسب كلام الكابتن أحمد عطيف أو مصادره بالتحديد.